فيديو جديد، مراجعة جديدة لسماعة كمان جديدة من ريماكس، جاي بفكرة كتير مهضومة ومميزة مش لكل الناس أكيد. بس قبل ما نبلش مثل العادي، لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوني. أنا بلال رمضان، خلونا نبلش. اليوم رح نعمل أنبوكسينج وريفيو لسماعات ريماكس TWS15، وأكيد البداية دايما مع الأنبوكسينج. بنبلش مع الديزاين اللي بيجي بحجم كتير كومباكت لدرجة كتير مبالغ فيها، يعني كتير حجمها صغير. إن كيس بدك تستعملها as smart band أو بدك تحطها بالكيس التاني اللي بيجي معها، اللي هي فيك تستعملها كحيالة ترو وايرلس عادية موجودة بالسوق بس بحجم سوبر صغير. فكرة السمارت باند هي فكرة حسيتها جيميك شوي، أو يعني just for advertising مش أكتر من هيك، لانه ما بحس انه اللي بيعمل سبور وبيحب يلبس سمارت باند ما راح يكون في عنده سمارت باند، وراح يفضل انه بدل ما يلبس سمارت باند بايده يعمل مونيتورينج او يعمل كنترول على كل ستيب وكل كالوري عم يحرقها، بدل هيدا الشيء يحط سماعات بايده اذا صح التعبير. انا شخصيا ما بفضل هيدي الفكره، ففضلت اني احطها بالكيس الثاني اللي بيجي معها، اللي فيك تتعامل معها كانها ترويلس عاديه. بس يلي بحب يستعمل اس سمارت باند، إذا صح التعبير نسميها سمارت باند، في استعمال سمارت باند. اوفرول الحجم تبعها سوبر صغير، وحتى حجم السماعات كتير صغير، وحبيتها كتير بس تنحط بالدايني انجا تبين لبرا، فكر حالك مش لابس سماعات اصلا. بس كمان هون في شغله ما كتير عجبتني، انه هذه السماعات موجهه لسبور. اوكي طيب، سماعات موجهه لسبور وبنفس الوقت حجمها سوبر صغير وما فيها رابر، يعني بتحطها دغري بداينتك، ما في رابر، يعني اول شيء مش لكل القياسات الداينام تزبط، ثاني شيء ما رح تكون فت 100% وتكون مؤكد انه ما رح توقع اذا انت كنت عم تركض او عم تعمل تمارين معينه فيها حركه، ما رح تكون ثابته بالداينام 100% الا لبعض الاشخاص مش لكل الناس. وفي عندي بعد شغله صغيره لازم احكيها عن الديزاين، هي الكفر او الغطاء ترانسبيرنت اللي بيجي له ترو وايرلس، اللي هو فتحته بدل ما تكون هيك عم يفتح هيك، يعني عم بيكون كل الغطاء معرض انه بحيالة ضربة يفلت او ينكسر ويبطل في عنا بروتكتور يحميلي هيدول السماعات اللي محطوطين بهيدي الكيس. سو كنت بفضل لو اجت هيدي الترو وايرلس بغطاء بيفتح بالعرض مش بالطول، كرمال يخفف من امكانية انه ينكسر او يطق بيوم من الايام. ريماكس TWS15 بتجي مع بلوتوث 5.0، هيدا صار ستاندرد، ما في داعي نكرره او نقول انه هيدا شيء منيح او مش منيح، هيدا اصلا واجب كل شركه، ومن البديهيات صفى انه لما بدك تجي الشركه تنزل سماعات وايرلس تنزلهم ببلوتوث 5.0. واصلا صار في كمان 5.1، في معنا سماعات قريبا رح تشوفوها على الشانل كمان من ريماكس نزلوا ب 5.1. بس انه اتليست اذا بدكم تنزلوا سماعات بهيدي الفتره والفتره اللي جاي ما بقى تنزلوا الا 5.0 وطلوع، لانه كل التليفونات سبورت 5.0 وطلوع. وبطبيعه الحال بما انه 5.0 رح تعطيني 10 متر كونكتيفيتي ديستنس، وهيدي السماعات عم تجي ببطاريه 250 ملي ام، حجمها صغير اكيد نسبه لهي اصلا، يعني ما رح يكون في سبيس انه ينحط بطاريه اكبر من هيك بهيك حجم. وبكل سماعه في بطاريه 28 ملي ام اور، بالمقابل رح تعطيني ساعتين لثلاث ساعات تشغيل ميوزك حسب انت كيف عم تشتغل، يعني اذا حاطت الصوت على اعلى شيء رح تصرف اكثر من انك تكون حاطه على النص او اقل من النص. لما بدنا نرجع نشحن هذه السماعات بنحطها بالكيس، الكيس تبعها ايبل انه يعمل ريتشارجينج للسماعات من 4 لـ5 مرات مع 80 ساعة ستاند باي مود. وبس بدنا نشحن الكيس تبع السماعات رح تاخد معنا تقريبا ساعة لتنشحن من 0 لـ100%. بالانتقال للساوند كواليتي، الساوند كواليتي بهيدي السماعة على الرغم من حجمها الصغير صراحة فاجأني، صوت عالي وواضح، البيس تبعها ديسنت، بلس انه بالاتصالات هيدا سؤال كتير بيسألوني اياه بس اعمل ريفيو لحيالة سماعة، هل هي منيحة الميكروفون فيها للاتصالات او لا؟ هيدي السماعات انا ببصم لكم بالعشرة انه الميكروفون اللي فيها ممتاز للاتصالات مع انه صغير وما انا طالع لبرا بأسطل مثل غير براندات. بس على الرغم من هيدا الشيء سماعات عم تعطيني كواليتي بالصوت ممتاز خلال الاتصالات بدون اي مشاكل. وهون بنوصل للسؤال اللي اخر شيء بينطرح، هيدي السماعات
يعني الخلاصة أو الزبدة من الموضوع، هذه السماعات perfect لبعض الأشخاص و useless لبعض الأشخاص. هي بتجي يعني حسب أنت شو تفضيلاتك وكيف طريقة استخدامك لهي السماعة، ممكن تحبها أو ممكن ما تعوزها بالمرة. وإحدى النقاط السلبية اللي لازم أرجع أذكرها أنه الكفر تبع الكيس الترانسبيرنت ممكن يطق بأي وقت، لأنه جاي بالطول مثل ما قلنا مش بالعرض. بس من ناحية الصوتيات والاتصالات هذه السماعات ساتسفاينج جدا بهاي الفئة السعرية اللي نازلة فيها، واللي هي $30 تقريبا سعرها، موجودة بكل فروع مالكس إذا كنتوا بلبنان، وإذا كنتوا برات لبنان أكيد رح أحطلكن اللينكس تبع الشراء لخارج لبنان بالدسكريبشن. بالنهاية بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد أنا عم أقدمه. تابعوني كمان على فيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، شوفكم بالفيديو الجاي.